بيقول: ما رأي قداستكم في اعتراف بدون ان يعطي الاب الكاهن للمعترف اي ارشاد او تدريب روحي، مع العلم ان المعترف بحاجة الى الارشاد، فتكاد تكون جلسة الاعتراف مجرد حكايات وقصص. لا، هي مش حكايات. الاعتراف في الكنيسة بنسميه سر التوبة. يعني انسان يأتي تائب ونادم على خطاياه، يعترف بانه اخطأ الى الله واخطأ الى نفسه شخصيا، بانه حرم نفسه من ربنا مدة طويلة، وربما اخطأ الى الناس ايضا. فمش مجرد حكايات. اللي جاي يقول حكايات يبقى مش عارف الاعتراف يعني ايه. الاعتراف يعني كشف النفس، كشف النفس امام الاب الكاهن كوكيل لله. ان ادك ارشادات روحية خير وبركة، ما ادكش كفاية انك بتاخد الحل والسماح ليك بالتناول، ويبقى ربنا يبعث لك الارشاد عن طريق اخر.